بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إلى الحديث 28 في الأربعين النووية عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الحديث رواه أبو داود كما سمعتم والترمذي، وحكم عليه الترمذي قال: حديث حسن صحيح. وقد صحح هذا الحديث أيضا العلامة الألباني رحمه الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين. هذا الحديث، حديث العرباض بن سارية، فيها أمور كثيرة، يعني منها النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعظ الصحابة أحيانا بعد الفجر، وسنتكلم عن الموعظة، وموعظته كانت بليغة حتى تجعل العيون تذرف والقلوب تتحرك، فكأنها حسب الصحابة ظنوا بأن هذه آخر موعظة يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت بليغة جدا. ثم أوصاهم بعض الوصايا، منها السمع وتقوى الله عز وجل، ومنها السمع والطاعة على ولاة الأمور، وسنتكلم عن هذه أيضا، ومنها حتى لو كان عبد حبشي يعني، ونتكلم عن هل يشترط القرشي أميرا يكون أو لا يشترط، أو الخلافة تكون القرشي. ثم ذكر لنا بعض الأمور ستقع تخالف الشريعة، مع ذلك قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هناك اختلاف يسوغ فيه، وهناك اختلاف لا يسوغ فيه، يعني في مسائل فقهية الفرعية يسوغ فيه الاختلاف، لكن مع ذلك أرسل ذكر لنا دواء لمخرج أو مخرج من هذا الاختلاف. قال: فعليكم بسنة، أي تمسكوا بالسنة، والسنة يعني طريقتي، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين الأربعة، وتمسكوا، قال: عضوا عليها النواجذ، الأضراس، لأن اللحم إذا أردت أن تمسك بقوة عن طريق الضرس الطاحونة أو ما يطحن به الطعام، بخلاف أسنان المقابلة أو الأسنان الأمامية، إذا مسكت شيء ربما يفلت، يعني هذه كناية على التمسك بقوة بالسنة. ثم ذكر بأن وإياكم، حذرنا عن محدثات الأمور والبدعة، والسلف قد نهوا عن البدعة وحذروا عن أهل البدعة، وسنتكلم بالتفصيل إن شاء الله. قوله العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، جاء في رواية أحمد وأبي داود والترمذي بليغة، كانت موعظة بليغة، وفي روايتهم أن ذلك بعد صلاة الصبح، كان في رواية أحمد وأبي داود والترمذي كان في صلاة الصبح، يعني بعد صلاة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة كخطبة الجمعة والأعياد، وقد أمره الله جل وعلا بذلك، قال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وأيضا قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
لكنه كان لا يديم صلى الله عليه وسلم وعظهم، بل يتخولهم به أحيانا، يعني أحيانا يوعظهم، كما جاء في الصحيحين عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكرنا كل يوم خميس، يعني يعظنا كل يوم خميس. أبو وائل ينقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال له رجل، قال: يا أبا عبد الرحمن، يعني يسأل من أبي ما عبد الله بن مسعود: إنا نحب حديثك ونشتهيه، لوددنا أنك حدثتنا كل يوم، يعني كل يوم تعظنا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: قال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أمليكم، يعني قد تملون. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السامة علينا حتى لا نمل، يعني موعظة بليغة. والبلاغة في الموعظة مستحسنة مطلوبة، لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها، والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صور. لابد أن يوصل بأحسن صور ومن الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر خطوتها ولا يطيلها، بل كان يبلغ ويوجز، كما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطوته قصدا. وخرج أبو داود صححه شيخ الألباني: كان صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هو كلمات يسيرات. انظر، موعظة خطب الجمعة ينبغي أن يكون سهل جدا وكلمات قليلة، يعني حتى لا يمل الناس من الجوز. وخرج إمام مسلم من حديث أبي وائل قال: خطبنا عمار بن ياسر، قال: فأوجس وأبلغ، يعني كانت قصيرة لكن بليغة. والبلاغة كلمات قليلة لكن تدل على معاني كثيرة. ثم لما نزل قال لم فلما نزل يعني الخطبة، قلنا: يا أبل يلقاذ، أو يا أبل يقظان، وكان يكنى بأبي يقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، يعني لو أعطيت وأخذ زيادة. ثم عمار قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة يعني علامة فقهه. الذي يطيل الصلاة يوم الجمعة ويقصر الخطبة، قال: مئنة من فقهه، يعني من علامة فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، فإن من البيان سحرا. طيب، صلاته كم كان يطول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كان يقول أطيل الصلاة، كان يقرب الغاشية، كان يقرب الأعلى، هذا يوم الجمعة هكذا يقرأ. فخطباء اليوم مخالفين للسنة، ينبغي عليهم أن يتمسكوا بالسنة، لا يمللون الناس من الخطبة، عليهم بالسنة، يعني 20 دقيقة بالكثير مع الصلاة يكفي، 20 دقيقة، أما 50 دقيقة أو ساعة. الناس مش العبرة بكثرة الكلام، العبرة هل الناس أخذوا منك ولا لا. ثم قال الراوي: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هذان الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر، أي ذرفت العيون ووجلت القلوب. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت قلوبهم. وأيضا قال: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وأيضا قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
وما نزل من الحق. أيضا قال الله نزل أحلى أحسن الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ذلك لله. أيضا قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم يتغير حاله عند الموعظة، كما قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر ساعة يعني علامة اشتد غضبه وعلى صوته أحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كأنه ينذر الجيش. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن حديث عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار، ثم قال وأشاح، كلمة أشاح يعني حذر النار كأنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاث مرات حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار وله بشق التمرة فإن لم يجد فبكلمته. هذه هي موعظة، كلمات قليلة وهذه خطبة وانتهى الأمر. وقوله يا رسول الله كأنها موعظة، مودع قول الصحابي يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصل. هذا يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، فلذلك فهموا أنها موعظة مودع، فإن المودع يستقصي ما لم يستقصي غيره في القول والفعل. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة مودع، لأنه من استشعر أنه مودع بصلاته أتقنها على أكمل وجوهها، على أكمل وجوهها. النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يصلون صلاة المودع. طيب ما حكم من يقول من الأئمة المسلمين صلوا صلاة المودع، استووا اعتدلوا صلوا صلاة المودع؟ هذه كلمة لا ترد بهذه الصيغة. الإمام ينبغي عليه أن يتمسك بالسنة، لا يثبت بهذه الصيغة صلوا صلاة المودع. لكن لو إنسان أراد أن يصلي كأنه يودع الدنيا لا يشترط أن يقول صلوا صلاة المودع، وإنما السنة استووا واعتدلوا وحاذوا البنان بين المناكب والأقدام سدوا الخلل لا تجعلوا فرجة للشيطان. لو فعل هذا إمام الله كان خيرا، علم الناس السنة ثم ما أمات السنة، بينما إذا قال صلى صلاة المودع أمات السنة ثم ماذا أتى ببدعة. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول استووا اعتدلوا صلوا صلاة المودع، ولا عن الصحابة، بل عن أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك، ويتكلم معهم، فصلي صلاة المودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع اليأس عما في أيدي الناس. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه شيخ الألباني، لكن يتكلم معه، مش إذا يرصي الخطب يقول للمصلين صلوا صلاة المودع. هذه بدعة الأصل بهذه الطريقة أو بهذا الوصف، أو إنما يعني إذا أردت أن تنصح إنسان تقول أنا أحاول أن تصلي صلاة المودع، هذا لا بأس. أما دائما يكررون على أئمة المساجد هذه بدعة الأصل. وقوله فأوصنا يعني يعنون وصية جامعة كافية، فإنهم لما فهموا أنه مودع استوصوه وصية ينفعهم بها التمسك بعده، ويكون فيها كفاية لمن تمسك بها وسعادة له في الدنيا والآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فهاتان الكلمتان
تقوى الله والسمع والطاعة، هاتان كلمتان سعادة الدنيا والآخرة. أما تقوى الله فهي كافلة بسعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله للأولين، وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا. وقد ذكرنا سبق، قد ذكرنا ما معنى التقوى أقوال العلماء، ولا داعي أن نكرر، لكن ربما نذكر قول علي رضي الله عنه أنه قال: التقوى هو الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذا تعريف التقوى. أيضا وصى النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ: أما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. يعني لابد إمام سواء بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه، يعني إذا كان فاجر عبد المؤمن فيه ربه، وحمل الفاجر فيها إلى أجله. قال الحسن البصري في الأمراء، قال: هم يلوون من أمورنا خمسة. يعني أمراء يلوون، إذا ما في أمراء ما نستطيع نعمل، حتى لو كان عنده فجور، فجورهم عليهم. قال: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. ثم قال: والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا حتى لو كان في عندهم، والله لما يصلح الله فيهم أكثر مما يفسدون، مع إن طاعتهم لغيظ، وإن فرقتهم لكفء. في هذين الأصلين وصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، أيضا كما أخرجه الإمام أحمد الترمذي من رواية أم الحسين الأحمسية، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، سمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع، اسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. وخرج مسلم أيضا منه ذكر السمع والطاعة. وجاء في المسند إمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا، وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة. شكر الراوي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي. وهذا مما تكاثرت به الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أمته بعده وولاية العبيد عليهم. جاء في صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، مقطوع الأطراف يعني. والحادث في هذا المعنى كثير جدا. طاعة ولاة الأمور هذه واجبة بالمعروف. وأيضا لا ينافي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان. وقالوا: الناس تبع لقريش. وقالوا الأئمة من قريش أيضا، قال: لأن ولاية العبيد
قد تكون من جهة إمام قريش. وقد ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال: هذا الحديث وأشباهه دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش. الخلافة أعلى، الخليفة لا بد يكون أن قريش، لكن الأمراء حتى لو كان عندهم هو الذي ينشر ولاة الأمور، أميرا أو واليا في السعودية، واليا مثلا هو عايش في سوريا إلى هذا الشام، هو الخليفة، ثم يوزع الأمراء من أي مكان كانوا، عبدا أو حرا، فلا إشكال في ذلك. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: فمن يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. هذا داء، هذا مرض. طيب أين الدواء يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال: فعليك بسنتي، هذا هو الدواء الشفاء، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث أو هذه الجملة إخبار وداء ودواء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين، سواء وفروعه في الأقوال والأعمال والاعتقاد والاعتقادات. وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 74 فرقة، وأن كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي ما كان على ما هو عليه صلى الله عليه وسلم أصحابه. كذلك في هذا الحديث أمر عن الافتراق والاختلاف من الدواء، التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. والسنة المقصود هي الطريقة المسلوكة، يشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. هذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وكثير من العلماء المتأخرين يعني بعد يبدأ من طبقة دارقطني كما ذكر الذهب. كثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد، يقول: يا سنة ابن أبي عبد السنة لما مثلا البربهاري، أبي محمد البربهاري. المقصود في ماذا السنة؟ فيها أحكام الاعتقادات، كذلك الشريعة الأجوري، وهكذا أصول السنة لمحمد عبد الوهاب، أصول الستة. يطلق في الاعتقادات والمنهج. المتأخرين كانوا متقدمين يذكرون السنة إذا قالوا كل شيء فيها، الأصول والفروع، بينما المتأخرين يطلقون السنة على الاعتقادات. نعم، يعني اعتقادات يخصص السنة بما يتعلق بالاعتقادات، لأن أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة لأولي الأمر إشارة إلى أنه لا طاعة لأولي الأمر أو لولاة الأمور إلا بالمعروف، لا طاعة، لا، إنما الطاعة بالمعروف، هكذا. وجاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: قلت يا رسول الله إنا كنا شر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل من وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، لا يتمسكون بالسنة ولا يستنون سنتي، لا يمشون على طريقه ولا يتمسكون بسنته، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع؟
الآن ماذا أفعل لو جاءني؟ قال: إن أدركت ذلك. قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يعني لا تخرج. هذه كلمة وإن ضرب ظهرك وأكل مالك، هذه في صحيح مسلم، بعض العلماء ضعفوا هذه الجملة، لكن الحقيقة مع متابعة الشواهد كان الحديث صحيح، وقد صح الشيخ الألباني هذه الزيادة بمتابعة الشواهد، والسيوط كذلك، ونعم وغيره، وبعض ضر مثل الدارقطني قال الجملة هذه الآية صح. والذين يرون خروج عن الحكام المسلمين بدأوا يطيرون بهذا، لكن إذا حديث صحيح في صحيح مسلم والعلماء شهدوا عليه أنه هذا الحديث صحيح انتهى الأمر. وفي أمره صلى الله عليه وسلم اتباع سنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. جاء في مسند أحمد جامع الترمذي، وقد صححه الشيخ الألباني، عن حذيفة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وتمسكوا بعهد عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه، وفي رواية: تمسكوا بعهد ابن أم عبد، يعني ابن مسعود، واهتدوا بهدي عمار. فنص صلى الله عليه وسلم في آخر عمره على من يقتدى به من بعده، والخلفاء الراشدون الذين أمر بالاقتداء بهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله جميعا. فإن في حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا. وقد صححه الإمام أحمد والألباني هذا الحديث. يقول سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، يعني خلافة مدة بقائها في أمة الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يؤتي الله الملك من يشاء، أي ثم تتحول الخلافة إلى ملك يعطيه الله تعالى لمن يشاء. قال سعيد بن الجهمان: قال لي سفينة: أمسك عليك، أي أحسب معي. أبو بكر كانت مدة خلافته 2 سنة، وعمر 10، هذا كان 12 سنة، وعثمان 12، هذا صار 24 سنة، وعلي كذلك. في هذه السنوات خلافة هؤلاء المذكورين قد استغرقت مدتهم 30 سنة، وعلى هذا تكون مدة خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 6 سنوات. قد أحصى البعض مدة خلافة الحسن رضي الله عنه، حسن بن علي، 6 أشهر، وبها تمت 30 سنة. ونص كثير من الأئمة أن عمر بن عبد العزيز خليفة، وكان محمد بن سيرين أحيانا يسأل عن شيء من الأشربة مثلا، فيقول نهى عنه إمام هدى، يعني عمر بن عبد العزيز. وقد اختلف العلماء في إجماع الخلفاء الأربعة، هل هو إجماع أو حجة مع مخالفة غيره من يعني الأربعة إذا أجمعوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ بعض الصحابة خالفوا هؤلاء، هل حجة ولا إجماع؟ رواية الإمام أحمد، رواية بينه حجة ورواية لا، ليس حجة، لأن قول الصحابي ليس بحجة إلا إذا أجمع الصحابة على، أو لم يوجد هناك مخالف للصحابة.
طيب لو قال بعض الخلفاء الأربعة قولا مثلا ولم يخالفه منهم أحد بل خالفه غيره من الصحابة، يعني غيره من الصحابة، فهل يقدم قوله على قول غيره؟ أيضا في قولان للعلماء والمنصوص عن أحمد أنه يقدم قوله على قول غيره من الصحابة، يعني قول أبو بكر مثلا يقدم على قول غيره من الصحابة، وكلام أكثر السلف يدل على ذلك، وخصوصا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه روي صحيح برواية صحيحة عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني، وكان علي يتبع رضي الله عنه يتبع أحكامه قضاياه، ويقول إن عمر كان رشيد الأمر. وروى أشعث عن الشعبي قال: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا كيف قضى فيه عمر، فإنه لم يكن يقضي عمر في أمر لم يقضى فيه قبله حتى يشار. وكان مجاهد يقول: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به. وسئل عكرمة عن أم الولد، حكم عن أم الولد، فقال: تعتق بموت سيدها. فقيل له: بأي شيء تقول؟ قال: بالقرآن. قال: بأي قرآن؟ قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعمر من أولي الأمر كان يقول، وكعب بن الجراح: إذا اجتمع عمر وعلي على شيء فهو الأمر. كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحلف بالله إن الصراط المستقيم هو الذي ثبت عليه عمر حتى دخل الجنة، ويشهد صحة ما جمع عليه عمر الصحابة فاجتمعوا عليه ولم يخالف في وقته قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك يعني آثار كثيرة جدا عن أحاديث صحيحة عن شأن عمر، خاصة عمر، لأنه مثلا لم يعش، كان مشغول في الفتوحات ومشغول بالحروب. أما وصفه صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين، لأنهم عرفوا الحق وقضوا به، فالراشدون ضد الغاوون، والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه. وفي رواية أخرى: راشدين المهديين، يعني أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه. إذن الأقسام ثلاثة: راشد غاو ضال، راشد وغاو وضال، ثلاثة. الراشد عرف الحق واتبعه، أو الغاوي، والغاوي عرفه ولم يتبعه. طيب الضال، ضال لم يعرفه الكلية، لا يعرف الحق. فكل راشد فهو مهتد، وكل مهتد هداية تامة فهو راشد، لأن الهداية إنما تتم بمعرفة الحق والعمل به أيضا. وقوله: عضوا عليها بالنواجذ، هذه كناية عن شدة التمسك كما ذكرنا، عن شدة التمسك بها. والنواجذ الأضراس. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة وفإن كل بدعة ضلالة. هذا تحذير للأمة من اتباع أمور المحدثات المبتدعة، وأكد ذلك بقوله: وكل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة هنا ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما كان يقول في خطبته: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقد خرج الإمام أحمد من رواية وضيف الحارث الثمالي قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: إنا جمعنا الناس على أمرين،
رفع الأيدي على المنابر، يعني دعاء رفع اليد يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح، يعني كل يوم نعمل قصص بعد الصبح، بعد العصر، بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بذعركم عندي، ولست بمجيبكم إلى شيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. تمسككم بالسنة خير وبركة من إحداث ببدعة. فقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، هذا من جوامع الكلم، لا يخرج عنه شيء، فهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضال، والدين بريء منه، سواء في ذلك مسائل اعتقاد أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. أما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك في البدع لغويا لا شرعيا. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد، وخرج وراءهم يصلون كذلك، فقال: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. وقد صلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه في رمضان 3 ليال، ثم امتنع من ذلك معللا، يعني السبب ذكر علته أنه خشي أن يكتب عليه، قال: حتى لا يظن الظن أنه واجب عليهم فيعجزوا عن القيام به. وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم ذلك. كذلك أذان الجمعة الأولى وزاده عثمان لحاجة الناس إليه، وأقره علي رضي الله عنه، واستمر عمل المسلمين عليه. يعني أذان إذا كانت على طريقة عثمان رضي الله عنه، لما توسعت المدينة والناس قد كثروا، كان يرسل أحدهم قبل دخول الوقت يؤذن في السوق، سوق الزوراء يسموه، سوق الزوراء، يؤذن حتى الناس يستعدون يغتسلون ثم يرجعون إلى المسجد قبل الوقت. بينما اليوم يؤذنون قبل الوقت لكن بدون فائدة في المسجد، وبعد يعني بين أذانين 10 دقائق أو ربع ساعة. على كل حال هذه مسألة خلافية، والصحيح إذا كانت على طريقة عثمان فهي سنة متبعة، سنة الخلفاء، وإذا كانت على طريقة أئمة المساجد اليوم فهي بدعة منكرة، لا بقى. ولا يردد خلفه، فبدعة لا أصل لها. ولو خرج عثمان رضي الله عنه من قبره لتبرأ منه من هذا الفعل. أيضا من ذلك جمع المصحف في كتاب واحد، توقف فيه زيد بن ثابت وقال لأبي بكر وعمر: كيف تفعلان ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ رآه بأنه بدعة، ثم علم أنه مصلحة فوافق على جمعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كتابة الوحي، يأمر كتابة الوحي، ولا فرق بين أن يكتب مفرقا أو مجموعا، فالجمع صار أصلح، كان مخربط، يعني هنا أحاديث هنا آيات، فأرادوا أن يجمعوا في مكان واحد بين الدفتين. كذلك جمع عثمان رضي الله عنه الأمة على مصحف واحد، وإعدامه لما خالفوا خشية فرق الأمة، وقد استحسنه علي وأكثر الصحابة، وكان ذلك عين المصلحة. كذلك قتال من منع الزكاة، توقف فيه عمر وغيره حتى بين أبو بكر أصله الذي يرجع إليه من الشريعة، فوافقه الناس عليه. هناك بعض الآثار عن بعض السلف يحذرون من البدعة ويحذرون من أصحاب البدعة. بعض الناس يرون بأنه التحذير من البدعة خطأ. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: عمل قليل في سنتي خير من عمل كثير في بدعته.
وأيضا قال اقتصاده في السنة خير من اجتهاده في البدعة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما أتى على الناس عام إلا أحدث فيه بدعة وأمات فيه السنة حتى تحيا البدعة وتموت السنة. قال أيضا: إن أبغض الأمور إلى الله البدع. قال الإمام مالك رضي الله عنه: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. كان يقول إدريس الخولاني رحمه الله تعالى: لئن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاؤها أحب إلي من أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. وكان يقول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال الزهري رحمه الله تعالى: الاعتصام بالسنة نجاته. كان يقول إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة: مات رجل من أصحابي فروي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله، يعني إمام أحمد بن محمد، عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. وكان يقول أبو العالي رحمه الله تعالى: من مات على السنة فهو صديق، والاعتصام بالسنة نجاة. هذا بالنسبة تحذير من البدعة، فإياك إياك أن تبتدع في دين الله. وأيضا حذروا السلف من أهل البدع الذين يبتدعون لا يجوز مجالستهم ولا استماع إليهم ولا تكثير سوادهم. سواد هذه الأمة أهل السنة لابد تكثير السواد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وكان يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة. فساق أهل السنة أولياء الله، والزهاد أهل البدعة أعداء الله. الله أكبر. وكان يقول يحيى بن أبي كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، يعني لا تمشي على طريق حتى في الشارع. كان يقول الأوزاعي: عليك بأثر من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. وكان يقول أبو الجوزاء: لئن يجارني القردة والخنازير في دار أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء، من أهل البدع. كان يقول ابن المبارك عبد الله بن المبارك: صاحب البدعة على وجهه الظلمة، وإن ادهن كل يوم 30 مرة، لو حط في وجهه فريمات 30 مرة في اليوم. كان يقول الفضيل بن عياض: من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. قال ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء رجل فقال: إن فلان يقرأ عليك السلام. قال ابن عمر: بلغني أنه قد تغير، فإن كان أحدث فلا تقرأ عليه السلام. كان يقول ابن طاووس قال أبيه يعني طاووس قال: إن رجلا قال لابن عباس، طاووس هو من أحد طلاب ابن عباس، قال رجلا لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. قال ابن عباس له: الهوى كله ضلالة، الهوى كله ضلالة. طبعا ما لم يخالف الشر، إذا وافق الشر شرعا هوى النبي صلى الله عليه وسلم الضلالة. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله يتوب علينا وعليكم ويغفر لنا ولكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.